أميرة الصمت التي حازت لقب سيدة الهدوء في الشرق الأوسط. هذه السيدة التي لقبت بسوسنة بغداد الجميلة جعلتها أمريكا هدفا لها ونفذت غارة جوية عليها. فما هو السبب يا ترى؟ إنها ليلى العطار التي عالجت معاناة المرأة بجرأة وجدارة وجسدتها بلوحات فنية غاية في الروعة والجمال. فقد كانت فنانة تشكيلية وكانت مديرة المتحف الوطني للفن الحديث في العراق، وعملت مديرا عاما لدائرة الفنون أيضا. ليلى استخدمت سلاحها الملون وريشتها لتواجه بها الصواريخ والقنابل المليئة بالحقد والدم. فقامت برسم لوحة كاريكاتورية لبوش الأب ووضعتها على أرضية مدخل فندق الرشيد، المكان الأبرز لعقد المؤتمرات الصحفية ومكان إقامة كبار الشخصيات العراقية والعالمية أيام نظام صدام. كل من عليه دخول الفندق عليه أن يدوس على صورة بوش الأب المسؤول الأول عن ارتكاب جرائم حرب بحق العراقيين وفرض الحصار الاقتصادي على أطفالهم لسنوات طويلة. أثارت تلك اللوحة غضب الإدارة الأمريكية وقواتها ومخابراتها، فقد تعلق الأمر برئيسهم وتجاوز الخطوط الحمراء والزرقاء والبيضاء. هناك رسم الأمريكان لوحة دموية اختلطت فيها الألوان بالدماء. طائرة واشنطن حلقت في سماء بغداد، أكثر من 20 صاروخا سقطت على العاصمة العراقية، ثلاثة منها قصفت منزل سوسنة بغداد وإثرها توفيت هي وجميع أفراد عائلتها. أمريكا أعلنت يومها أن قصف منزل ليلى كان بالخطأ، فالغارات الأمريكية استهدفت مبنى المخابرات العراقية، وأي خطأ هذا الذي سمح لهم بقتل أب وأم وأطفالهما؟ يا لقساوة المشهد. مصادر أمريكية قالت أن ليلى لم تكن صاحبة الرسمة وإنما كان فنان من محافظة ديالى العراقية، لكن هل يمحو ذلك الجريمة البشعة؟ هل ينسي ذلك واشنطن فعلتها النكراء؟ ليلى لم تمتلك يوما سلاحا بيدها ولم ترفع سكينا على أحد. ما استخدمتها هو ريشتها وفرشاتها لترسم ما جال في خاطرها، لكن الأعداء لم يتركوها وشأنها وراحت ضحية قصف غادر. فعن أي جريمة نتحدث يا سادة؟ يا لكآبة المنظر، مشاهد مقززة راحت ترويها الحكايات والمسرحيات عن أميرة الصمت. فهل أدرك قاتلوها أي جرم ارتكبوه